والدي يرفضان التزامي بالمنهج السلفي، وأمي أخذت تقول والدي يرفضان التزامي بالمنهج السلفي، وأمي أخذت مني كل كتبي وجلبابي وقالت إن لم ترضي فما عليك إلا أن تخرجي من البيت، فأنا مجبرة على ارتداء ملابس الكفار، فماذا علي فعله؟ أولاً السلفية الصحيحة هذه لابد منها، أما السلفية اللي يدعيها بعض الناس وهو ما يعرف السلفية وقد ينسب إلى السلف أشياء ما هم منها بريئون، فالسلفية الآن صار فيها تردد، لأن بعض المنتسبين إليها ينسبون إليها ما ليس منها بالتشدد والزيادة والجهل، يقولون هذا مذهب السلف. أما السلفية الصحيحة المنضبطة فهذه هي المنهج الصحيح في كل مكان، لكن إذا أكرهوك على اللباس فأنت مكرهة، وإذا قدرت على الزواج ومفارقتهم فعليك بالمبادرة بالزواج مع زوج صالح وتفارقين هذا البيت. أما إذا لم يتيسر زواج وليس لك مكان غير بيت والديك فأنت مكرهة في هذه الحالة، عليك بستر العورة وما تلبسين من الملابس اللي تكون يعني ساترة للعورة لكنها غير ضافية على الجسم، فأنت معذورة فيها إلى حين يسر الله الفرج. نعم، تتميما للجواب السابق أقول السلفية الآن صاروا ينسبون لها ما ليس منها وهي بريئة منه، مثل تكفير الناس من غير ضوابط ويقولون هذا مذهب السلف، وتبديع الناس من غير ضوابط ويقولون يعني كل من خالفهم على فكرهم فإنهم يكفرونه أو يبدعونه، ينسبون هذا إلى السلف والسلف بريئون من هذا، بل إنهم يقتلون الناس ويحملون السلاح ويفجرون ويقولون هذا مذهب السلف، هذا كذب على السلف ومذهب أهل السنة، يقولون وهن أهل السنة ويذبحون الناس ويغدرون ويقتلون الأبرياء ويقولون هذا مذهب أهل السنة، هذا من الكذب وهذا من تشويه مذهب أهل السنة، فصار الآن ينتسب إلى مذهب السلف من ليس على مذهب السلف، إما من باب تشويه مذهب السلف وإما من باب الجهل، من باب الجهل ولم يتعمدوا لكن يجهلون مذهب السلف، أصاروا ينسبون إليه ما ليس منه. واللي ينتسب لمذهب السلف لازم يدرس مذهب السلف على أهل العلم، ما يدرس مذهب السلف المنتسب على الجهال أو على المتعالمين، وإنما يأخذه عن العلماء، عن العلماء المعتبرين، يؤخذ مذهب السلف عن العلماء، حتى ما يؤخذ عن الكتب، أو تشري كتب وتقرأ فيها وتقول أنا أخذ مذهب السلف من الكتب، لا، ما تفهم، تأخذ من الكتب ولا تفهم، فلا بد أن مذهب السلف يتلقى عن العلماء المعتبرين الذين يعرفون مذهب السلف. والله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قال بإحسان ولم يقل اتبعوهم فقط، اتبعوهم بإحسان يعني عن إتقان ومعرفة لمذهب السلف، وهذا يحتاج إلى تعلم وفهم، هم كل من انتسب إلى مذهب السلف قال هذا سلفي ويفعل ما يشاء ويذبح ويقتل ويكفر ويقول هذا مذهب السلف. نعم.